ودايما بنبتدي معاكم باهم الكلام والاخبار اللي اتقالوا عن النادي الاهلي في الجرايد. الاهرام، المقاولون يزيد من اوجاع الاهلي بهدف احمد علي. الاخبار، المقاولون يعمق جراح الاهلي. المسا، ذئاب الجبل التهموا الشياطين الحمر، النحاس ادار اللقاء كما يشاء وحقق الفوز بهدف نظيف. الأخبار المسائي، يوسف نمر بأزمة مثل كبار أوروبا. الجمهورية، الأهلي يرفض الراحة استعدادا لبتروجيت. الوفد، عبد الحفيظ يعيد ترتيب الأوراق في القلعة الحمراء. الوطن، 5 مدربين بالقائمة النهائية لخلافة كارتيرون في الأهلي. الأخبار، إعلان المدرب الجديد للأهلي مطلع الأسبوع القادم. الأهلي يمنح محمد زكريا فرصة أخيرة لتجديد عقده.